وهكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذا المساء النويعس لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هي صاحبة الرمز المفتوح. تهانينا وألف مبروك. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم بتسع دقائق عشر ثواني أربع أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. بينما ينطلق شوط آخر ورمز آخر من الأشواط المفتوحة والخاصة أيضا بالجعدان، فكان بدران لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا وألف مبروك لهجن الرياسة ولبن زيتون والتوقيت الأفضل. تسع دقائق تسع ثواني وجزئين من الثانية لتعلن انطلاقة أشواطنا العامة. ورمز الإبكار الإذاع ذهب مع الواثق ومع رغد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. تهانينا والف مبروك وسلام بوابة الناموس مرغم سلام. تسع دقائق 21 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا العلي بن راشد بن غدير وسالم بن راشد بن غدير وسعيد بن راشد بن غدير. وتهانينا للدنم والحميدي بن سالم العمري على فوز رغد وسلام يا الواثق سلام. اعلنت انطلاقة رابع الاشواط ورمز اخر للقعدان ضمن الاشواط العامة، فكان هناك خلاب لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي مؤكدا هذا الفوز الجريء بتسع دقائق 26 ثانية ثمانية اجزاء من الثانية. تهانينا والنوماس وتهانينا ايضا لسالم بن احمد بن دري الفلاحي وسهيل ايضا بن احمد بن دري الفلاحي ولعائلة ابناء دري. بينما ياتي الشوط الخامس فكانت طرايف مع هجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز الكبير العملاق. تسع دقائق عشرون ثانية وجزئين من الثانية لتعلن انطلاقة سادس الاشواط، فكان الشهم مع الموعد لهجن الرياسة. تهانينا والف مبروك لهجن الرياسة ومع ايضا هناك الظافر علي بن يمي اللهيبي قدم هذا الاسم بتسع دقائق 33 ثانية وثلاث اجزاء من الثانية. ياتي الشوط السابع فكانت الشاهينية من هجن العاصفة ومن قيادة غياث الهلالي. تهانينا والف مبروك هنا لهجن العاصفة ولغياث الهلالي. تسع دقائق 22 ثانية وفاء وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والف مبروك هذا الفوز الكبير. ياتي الشوط الثامن فكان الشاهين مع هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. تسع دقائق 35 ثانية ست اجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك. ياتي الشوط التاسع فعادت الشاهينية مرة أخرى لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هنا تسع دقائق 24 ثانية وأيضا وفاء وتماما وكمالا. لياتي الشوط العاشر ختام أشواط هذا المساء فكان مزعل من هجن الرياسة وبقيادة أيضا بوليمايل علي بن يمي اللهيبي حيث قطع المسافة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هنا في تسع دقائق 33 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والنوماس على هذا الفوز الكبير. هكذا وصلنا بكم إلى الختام. شكرا للمخرج، شكرا لكل الحاضرين، شكرا لكل المتابعين مشاهدينا متابعين الكرام ضمن انطلاقة هذا المهرجان الكبير، ضمن انطلاقة هذا الأداء المميز مشاهدينا ومتابعين الكرام. هنا الشكر الكبير، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك الحزم والعزم، ولصاحب السمو الملكي أمير العز والريادة محمد بن سلمان ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه على الرعاية الكريمة لهذا الحدث الثقافي والإرث الحضاري للإنسان في الجزيرة العربية. إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الحدث الوطني تعد أكبر دعما لمربي ومحبي الإبل بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي، وأبرز هذا التراث الحضاري للمملكة والإنسان العربي بشكل عام، ويلبي طموحات المهتمين بالإبل في الوطن العربي الكبير. شكرا نادي الإبل سعيا لتحقيق تطلعات القيادة والتوجيهات السامية من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ النادي من أجلها لخدمة محبي رياضة الإبل وكل ما يتعلق بسفينة الصحراء ومحبيها التي تمثل تاريخا عريقا وإرثا وثروة قيمة سطر الآباء على ظهورها الأمجاد، وهي عمق حضاري يرينا المستقبل المشرق
بإذن الله تعالى. شكرا رئيس مجلس إدارة نادي ليبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على أيضا الاهتمام الكبير والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة. هكذا وصلنا إلى الختام. شكرا مخرجنا أيضا على إبداعاتك الكبيرة والطاقم المرافق للنقل الخارجي. شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن الحبسي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لنلتقي يوم الغد في فئة عمرية جديدة ومع مسافة الكبار وسن الثنايا، فكونوا مع الموعد من هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه.